نورين الإمام، يعني أحيانا الواحد بيبقى عايز يبص في المرآة كده ويقول هل الإيمان علامات؟ أشعر بأن الإيمان عندي الحمد لله رب العالمين، يعني أنا مطمئن كده وهادي. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. انظر إلى أعمالك، لسه محافظ على الصلاة؟ لسه كذا؟ يبقى في رضا. ولا بديت تصلي على سطر وتسيب سطر؟ يبقى في غضب والعياذ بالله تعالى. ونبادر بقى نعمل ايه على طول؟ ننسى ان احنا اخطأنا ونرجع تاني للصلاة، لان الصلاة هي عمود الدين وذروة السلام.